كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إلى كل تارك للصلاة إلى متى تترك هذه الفريضة العظيمة التي هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله؟ إلى متى تترك الصلاة؟ أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؟ تارك الصلاة قارب الكفر لعظم ذنبه. تمر الساعات والأيام والشهور والسنوات ويقترب منك الأجل وأنت تمشي في سخط الله، لا يزال رأسك يتثاقل عن السجود لله الذي تحيا بفضله وتأكل من نعمه. بادر إلى التوبة فورا، واشغل وقتك بقضاء ما فات، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.